من يؤذيني؟ ازاي اتعامل مع من يؤذيني؟ كتير عايشين وسط ناس بتأذينا، لإما بكلمة أو بفعل أو حتى بغياب. حوالينا كتير ناس سامة ومصاصي طاقة بيأذونا بطرق كتيرة، وفي معظم الأوقات مش بيبقوا أصلا حاسين إن هما بيأذونا ولا حتى بيبقوا عارفين. والنهاردة هنتكلم عن من يؤذيني وإزاي أقدر أتعامل معاه. أنا فريدة مع برنامج مع فريدة، وربنا يهدي سرك. من يؤذيني؟ ازاي اتعامل مع من يؤذيني؟ كتير قوي في حياتنا الناس بتأذينا، لإما بكلمة أو بفعل أو حتى بغياب. كتير في حياتنا ناس مصاصي طاقة بيأذونا بمعاملتهم لينا. عملت حلقتين قبل كده عن مصاصي الطاقة والناس اللي بتضرنا، بس النهاردة هنتكلم ايه الحل؟ ايه اللي نقدر نعمله؟ ايه اللي نقدر نعمله مع من يؤذينا عشان احنا ما نتأذيش؟ احنا عندنا ثلاث طرق او ثلاث محاور، اختار منهم اللي تناسبك مع من يؤذيك واعملها معاه. اول طريقة التجنب. كتير قوي في حياتنا احنا بيبقى مفروض علينا ناس زي اهالينا، ما نقدرش نتجنبهم، وفي ساعات ناس بتأذينا مش مفروضين علينا، زي زمايلنا في الشغل، زي قرايبنا، قرايب جوز اختي، قرايب مرات اخويا، ناس موجودة بتأذينا في حياتنا، لإما مفروضين علينا او باختيارنا. ممكن يكون ما يؤذينا اماكن، مكان بنعدي عليه او لما بنشوفه بنسترجع ذكرى وحشة. المكان ده انا انفصلت فيه عن حبيبي او عن خطيبي، او ليه عندنا ذكرى حلوة وتحولت لوحشة. كنا بنتقابل في المكان ده، كنا بنتمشى في الحتة دي. وممكن ما يؤذينا يكون عادات، عادات بنعملها بتضايقنا، بتأذينا، مش حابينها. عادات بنعمل زي الدخول في جروبات كتير قوي تبع المدرسة والفصل والنادي، وبتبقى مضطر انك تجاوب عليها وتضيع من وقتك وتضيع من مجهودك. ممكن عادة ان انت كل يوم جمعة لازم تروحي المقابر مثلا. ممكن عادة ان انت في وقت ما لازم تروحي تزوري حد انت مش عايزاه، انت لما بتقعدي معاه بتحس ان انت بتأذي نفسك. مكان ليا فيه ذكرى وحشة، ليه كل ما اعدي من عليه افتكر واتضايق ويومي يبوظ؟ ليه تجبر نفسك على اذية نفسك في مجرد شفتك لمكان او شارع؟ ليه؟ خلاص نبقى نعمل ستوب. المكان ده انا بشوفه بتضايق، بعدي عليه بتضايق، نتجنبه. طب لو اللي كان بيأذيك عادة بتعملها، بلاش اعملها. والله انا بتضايق لما اروح كل يوم جمعة المقابر، مش فرض عليا يا جماعة، انا ممكن اقرأ الفاتحة للمتوفي وانا في البيت. ليه لازمته ان انا اروح واذي نفسي واذي مشاعري على الفاضي؟ طب ما انا فاكرة المتوفي، اقرأ له الفاتحة وانا في البيت.
والله انا عندي جروبات كتير قوي بتمص طاقتي وبتمص طاقه الوقت مني وبتضايقني، في افكار وحشه كتير بتظهر وبيقعدوا يرغوا وبيتكلموا كتير. طب خلاص والله انا عندي خاص، لما يحصل حاجه مهمه يا جماعه بعتولي على الخاص، مش شرط ان انا اجبر نفسي على عاده مش حاببها. طيب لو اللي بيأذوك بقى اشخاص، احنا قلنا الاشخاص دول نوعين، نوع انا مجبر عليهم اللي هم الاهل اللي هم الدايره الاولى بتاعتي، بابايا ومامتي واخواتي، وفي اشخاص الدايره اللي بعديها الاوسع. طيب اهالينا ليهم حق الطاعه، ومقدرش ان انا اتجنب امي ولا ابويا ولا اخواتي، ما تقدرش تتجنبهم، بس تقدر تقلل الوقت اللي انت بتقضيه معاهم بيأذوك فيه. يعني حق الطاعة لباباك ولمامتك موجود، حق الود لاخواتك موجود، بس وقت ما يحصل فيه أذية ليك خلاص انت تنسحب. والله انا عندي ميعاد لازم اروحه، انا هدخل اوضتي، انا لازم انزل دلوقتي، وتجنب الوضع او المكان او الوقت اللي انت فيه تحس ان انت مأذي. زي ما قلت لك تجنب الحديث معاهم لوقت طويل، تجنب انك انت تقعد معاهم في قعدة انت بتبقى فيها مضحكتهم، انت بتبقى موجود فيها تنمر عليك، اذا كنت تخين شوية، اذا كان لبسك مش حلو شوية، اذا كانت طريقة كلامك فيها نوع من انواع اللدغة، ما بتتكلمش كويس، فتبقى تريقة المكان. لا يا جماعة انا هقعد معاكم لحد ما تبدأوا تأذوني انا هنسحب. يبقى اول محور معانا هو التجنب ما يؤذيني، مكان مش هروح، هحود من الناحية التانية، عادة هبطلها، اصل انا مش مرغم ان انا اعمل عادة بعملها قبل كده وتأذيني انا. اشخاص لو اهالينا ليهم حق الطاعة، بس اتجنب الوعود معاهم كتير، ان اقعد معاهم فترة طويلة لحد لما احس فيهم ان هم بدأوا ان هم يتريقوا ويتنمروا عليا. طيب الناس اللي هم بقى ظهورات في حياتنا اللي احنا مش مجبرين عليهم، اللي هم زمايلنا في الشغل، جيراننا، الناس اللي هي ممكن تيجي وتخرج من حياتنا عادي، احنا مش هنتأثر، نتجنب. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. تدخل زمايلك في الشغل مش عاجبينك، بيأذوك بالكلام بالنظرات، بيقعدوا ينموا ويتكلموا وانت بتبقى متضايق، خلاص ماشي يا جماعه لو سمحتوا ممكن اللي عايز يتكلم عن حد يبعد بعيد عني شويه عشان انا مش عايزه اسمع اخبار حد. زميلك اللي بيتكلم اللي بيقف معاك الصبح بعد صباح الخير دي ويقعد يقول لك فلان عمل وفلان سوا وانت مش ليك طاقه ان او ما بتحبش النم، صباح الخير، معلش انا لازم اطلع على مكتبي دلوقتي علشان خاطر الوقت اتاخر. نتجنب. طيب تاني محور او تاني حل معانا هو التغيير. والله انا مش قادر اتجنب المكان، مش قادر، يعني ظروف معينة لازم اعدي على المكان ده وانا رايح الشغل، مش قادر اتجنب الناس لانهم مفروضين في حياتي بشكل او باخر، فمش هقدر ان انا استأذن او امشي في وقت انا بتأذى فيه. طب انا مش قادر اتجنب عادات لانها برضو مفروضة عليا بشكل او باخر، وان انا لازم ابقى موجود وارد او اروح او اجي، كل ده مفروض علينا بشكل او باخر. نقدر نغير؟ نقدر نغير، والتغيير بيبقى من اتجاهين. اول حاجة تغيير ما يؤذيك نفسه، تاني حاجة تغيير طريقة تفكيرك. نفكر بإيجابية أكتر، نفكر برد فعل أقل، نفكر بسلبية أقل. طب إزاي؟ أول حاجة تغيير ما يؤذيني نفسه. تقدر تغيره. والله أنا ببقى قاعد في قاعدة بيتريقوا على كرشي، بيتريقوا إن أنا أصلع، بيتريقوا على طريقة لبسي، بيتريقوا على كلامي عشان أنا ألدغ، ما تسمح لهمش، ما اسمح لهمش. والله نعمل ستوب لحياتنا من دلوقتي،
انت لما هتيجي تقول ان فريدة لدغة تضحك لو سمحت، انا ما بحبش حد يتريق عليا. والله انا الاول كنت بقابل التنمر والتريقة دي بابتسامة هادية كده وهز دماغي واروح البيت متضايق، بس انا مش هعمل ده دلوقتي. انا هوقفك انت عند حدك. هتقف عند حدك؟ اه. ليه؟ لانك انت من المفترض ان انت بتحبني وانا عزيز عليك، فمادام انت بتحبني وانا عزيز عليك يبقى لما اقول لك ان في حاجة بتأذيني وبتضايقني ما تعملهاش، ده العادي. ممكن انت في الاول ما كنتش حاسس بده عشان انا كنت ببتسم وبهز دماغي، فكنت بتكمل مرة عن مرة، كل مرة قبلك فيها كنت بتكمل وتخليني تريقت ومضحكة الموجودين. بس انا دلوقتي بقول لك استوب لو سمحت، انا ما بحبش حد يكلمني بالطريقة دي. زي ما قلت لك المفترض ان هم بيحبوك وبيعزوك، ولما تقول لهم ان انت فعلا بتتضايق يوقفوا، يعتذروا ويوقفوا، وده ما يحصلش تاني. طب لو افترضنا ان هم الموضوع مش فارق معاهم زعلك، لا هو اللي فارق معاهم ان هم يقعدوا يضحكوا، ان هم يقعدوا يتريقوا عليك، ان الوقت يبقى موجود اللي انت موجود فيه كله ضحك وتنمر عليك، ما هم مش لاقيين حاجه يقولوها عن حياتهم ولا عن مشاكلهم، فهم عايزين يضحكوا، فيضحكوا على مين؟ يضحكوا على فريده. فده ما يصحش. طيب هم بقى ما اهتموش ان انت زعلان، ما اهتموش ان انت متضايق، يبقى اكيد ردك عليهم هيبقى عنيف على قد ان هم ما كانوش بيعزوك وبيحبوك وما يتنمروش عليك تاني. انا قلت لك انت لما هتقول لهم بالذوق المفترض ان هم بيحبوك فهيوقفوا. طيب قلت لهم ما بيحبكش، زعلك مش مهم، انت مش مهم، المهم قعدتنا الحلوه، لا يبقى الرد عنيف وتسيب لهم المكان وتمشي. ونرجع للمحور الاولاني اللي هو التجنب. طيب دوت تغيير ما يؤذيني. طيب اغير انا نفسي ازاي؟ زي ما قلنا نتفكر بإيجابية زيادة، رد الفعل أقل، تفكير بسلبية أقل. إزاي؟ رد فعل والله يا تخين يا محمد التخين جه وصل أهو، إيه يا والله يا جماعة الراجل اللي ملوش كرش ما يسواش قرش. أنت خدت الموضوع مش على قلبك، خدته بتهريج. والله ده ايه ده كل دي صلعه يا عم، ده انت قرع خالص، ده انت بتعمل ايه في الشتاء بتسقع؟ يقول له تقول له اه ده المطره بتنزل عليها بتعمل زي النافوره. انت مشيت معاهم برد فعل اقل كده، هديت نفسك، هديت نفسك من التنمر، عودت كمان نفسك ان انت ما تاخدش الكلام الوحش السلبي على قلبك. في طريقه تانية يقول لك يا تخين، قول له يا ما شاء الله عليك انت اللي رفيع قوي، انت اللي مش عارف ايه، زي ما هو اتريق عليك انت تتريق عليه، تغير رد فعل. ما هو كان بيتريق عليك وانت من اصلك الطيب، وعشان مش متربي ان انت تتنمر على حد او تقول مساوئ حد فكنت بتسكت، زي ما قلت لك ابتسامة بسيطة وبتسكت. لكن احنا قررنا ان احنا هنتغير عشان احنا ما نتأذيش. فلما يجي بقى هو يقول لك يا تخين قول له يا رفيع، لما يقول لك يا قرع قول له يا ما شاء الله على شعرك اللي شبه الغوريلا. على طول هو قال حاجه ضايقتك انت ردها له بحاجه تضايقه، مره في مره هو هيبطل يكلمك في اللي يضايقك علشان انت ما تكلمهوش في اللي يضايقه فهو يتأذى. طيب لو مكان بقى اللي بيأذيك نغيره ازاي؟ لا احنا مش هنغير المكان، احنا قلنا هنغير طريقة تفكيرنا. والله يا الكافيه ده قضيت معاه ايام حلوة، في ايام حلوة قوي قضيت فيه اوقات حلوة قوي مع حد كنت بحبه. بلاش بقى ننتقل ان انا كنت بحبه وسيبنا بعض، بلاش نوصل للنقطة السلبية اللي هتخلينا متضايقين، لا نفتكر فيه الاوقات الحلوة اللي احنا عشناها.
والله المكان ده كنت بمشي فيه مع حبيبي كده، وكان بيمسك ايدي وكان بيعدي الشارع. ياه كانت ايام جميلة حلوة زمان. وبس توقف ما تكملش بقى، وهي سابتني وراحت اتجوزت، او هو سابني وسافر، وانا قعدت اعيط وقعدت اوقات حزين. لا 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 لا، نعمل ستوب. احنا بنفتكر الحلو بس، الوقت الحلو الجميل اللي احنا عشناه في الوقت ده، بلاش نكمل تفكيرنا للآخر لحد ما نوصل للأذية. نغير طريقة تفكيرنا ونعمل ستوب. طب لو بتأذينا عادة، طيب احنا ممكن نغيرها. ممكن نغيرها، يعني ممكن جروبات الكتير قوي، الواتسابات اللي بتيجي كتير قوي في وقت، يا جماعة انا مش هقدر ارد الا من الساعة 12 للساعة 5، او من الساعة 12 للساعة 3، 3 ساعات انا متاحة ليكم، ممكن تبعتولي كل اللي انتوا عايزينه وانا هرد عليكم. بعد كده ارجوكم محدش يبعت لي، محدش يضايقني، علشان انا مش هرد على حد. ومن الساعة 12 للساعة 3 انت متاح، بعد كده خلاص. والله انا ما بحبش اروح المقابر كل يوم جمعة، خلاص. والله لو زوجك اللي بيقول لك او زوجتك اللي بتفرض عليك، خلاص. يعني انت حبيبي، يعني انا بصاب بحالة نفسية مش حلوة، بتأثر عليا يومين ثلاثة، وبعد اليومين ثلاثة بفوجئ ان يوم الجمعة وصل تاني، فبضطر اروح تاني. فارجوك يعني ممكن نخليها مرة في الشهر، او نغير طريقة تفكيرنا. طب يا جماعة، هو انا لما بروح المقابر انا بتضايق ليه؟ اقعد مع نفسي وافكر. طيب لو مكان بقى اللي بيأذيك نغيره ازاي؟ لا احنا مش هنغير المكان، احنا قلنا هنغير طريقة تفكيرنا. والله يا الكافيه ده قضيت معاه ايام حلوة، في ايام حلوة قوي قضيت فيه اوقات حلوة قوي مع حد كنت بحبه. بلاش بقى ننتقل ان انا كنت بحبه وسيبنا بعض، بلاش نوصل للنقطة السلبية اللي هتخلينا متضايقين. لا، نفتكر فيه الأوقات الحلوة اللي احنا عشناها. والله المكان ده كنت بمشي فيه مع حبيبي كده، وكان بيمسك ايدي وكان بيعدي الشارع. ياه كانت أيام جميلة حلوة زمان. وبس توقف ما تكملش بقى، وهي سابتني وراحت اتجوزت، او هو سابني وسافر، وانا قعدت اعيط وقعدت اوقات حزين. لا 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 لا، نعمل ستوب. احنا بنفتكر الحلو بس، الوقت الحلو الجميل اللي احنا عشناه في الوقت ده، بلاش نكمل تفكيرنا للآخر لحد ما نوصل للأذية. نغير طريقة تفكيرنا ونعمل ستوب. طب لو بتأذينا عادة، طيب احنا ممكن نغيرها. ممكن نغيرها، يعني ممكن جروبات الكتير قوي، الواتسابات اللي بتيجي كتير قوي في وقت، يا جماعة انا مش هقدر ارد الا من الساعة 12 للساعة 5، او من الساعة 12 للساعة 3، 3 ساعات انا متاحة ليكم، ممكن تبعتولي كل اللي انتوا عايزينه وانا هرد عليكم. بعد كده ارجوكم محدش يبعت لي، محدش يضايقني، علشان انا مش هرد على حد. ومن الساعة 12 للساعة 3 انت متاح، بعد كده خلاص. والله انا ما بحبش اروح المقابر كل يوم جمعة، خلاص. والله لو زوجك اللي بيقول لك او زوجتك اللي بتفرض عليك، خلاص. يعني انت حبيبي، يعني انا بصاب بحالة نفسية مش حلوة، بتأثر عليا يومين ثلاثة، وبعد اليومين ثلاثة بفوجئ ان يوم الجمعة وصل تاني، فبضطر اروح تاني. فارجوك يعني ممكن نخليها مرة في الشهر، او نغير طريقة تفكيرنا. طب يا جماعة، هو أنا لما بروح المقابر أنا بتضايق ليه؟ أقعد مع نفسي وأفكر. لما بروح المقابر بتضايق ليه؟ بتضايق إني بلاقي في ساعات في عزا هناك، وناس بتصوت وناس بتعيط، قلبي بينقبض من إن المكان فارغ، المكان مهجور، بحس إن هو ممكن يبقى فيه حاجات، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا جماعة احنا نغير طريقة تفكيرنا. لا والله ده مكان كده ربنا عامله للاتعاظ، نفكر فيه كده ان احنا في يوم من الايام بعد عمر طويل هنبقى مكانهم، ويبقى نبقى نفسنا قوي ان حد يزورنا. ما هو انا لما هموت هبقى محتاجة ابني يجي يزورني ويقرأ عليا الفاتحة واحس بيه.
طب انا بعمل كده دلوقتي مع ابويا او مع امي، طريقة التفكير اتغيرت. والله انا بتضايق ان المكان مقفهر وكلام او المكان فاضي، وبحس ان فيه بسم الله الرحمن الرحيم، لا اقول ده مكان فعلا تحس بهدوء كده الميت، ومكان كله روحانيات، لان الناس ميتة، مفيش صخب، مفيش وجع دماغ، الناس بينها وبين ربنا كده. نغير طريقة تفكيرنا. اقلب الصفحة يا عمار. انا مش قابله، والله هروح وازوره عشان خاطر مراتي عايزاني اروح ازورها معاه، او عشان جوزي قال لي تعالي معايا، او علشان حد صاحبي او حبيبي عايزني اروح معاه، هروح وهرضيه، هرضي صديقي او صاحبي او مراتي او جوزي. بس هقعد شوية صغيرين لحد ما ابدا احس ان انا بدات اتاذى. طب والله يا جماعة انا هستاذن. القبول، القبول هو الرضا، الرضا بالموجود، الرضا بالموجود واللي انا ما زودش فيه قوي لحد ما وصله لنقطة انه يأذيني، اللي هو اللي انا لسه قايلة عليه، الرضا بدون سلبية. عود نفسك ان اللي يتكلم يتكلم، انا مكبر دماغه، لا قبل عود نفسك دي. ممكن القبول يجي بناحية تانية. ناحية ايه؟ اعود نفسي اكبر دماغي، والله اللي يتكلم يتكلم، انت راجل فاضي وعمال تتكلم في كلام اهبل، فاتكلم، اللي عايز تتكلم اتكلم، اللي عايز يعمل يعمل، والله انت عندك وقت فراغ عايزة تأذي حد او تضايق اعملي. تكبير الدماغ. ربي جواك حتة البلاهة مش الهبل، في فرق، البلاهة في التفكير والتطنيش، ان انا مش شرط كل كلمة تتقال اخدها على قلبي وازعل واتضايق واتنرفز، مش كل فعل يحصل او كل مكان اشوفه اتضايق واتعصب واقول يا ما كان زمان. لا، ربي جواك حتة التطنيش. احنا قلنا قبل كده تكبير الدماغ، اللي يتكلم يتكلم واللي يعمل يعمل. طب افرض عمل طنش، زي ما احنا كنا بنقول زمان، ودن من طين وودن من عجين، طنش، ما تاخدش الموضوع على قلبك. بس التقبل هيودينا الحتة ان احنا نتقبل ونتعلم ونعلم. احنا تقبلنا، نتعلم، نتعلم ايه بقى؟ نتعلم ان احنا اللي موجود موجود خلاص، واحنا تقبلنا بيه. بس لما نيجي نختار اصدقائنا او المقربين لينا او اللي يدخلوا حياتنا ويبقوا دايرة اولى، لازم نختارهم صح، من الناس اللي شبهنا، من الناس اللي متربيين زينا، من الناس اللي بيتعاملوا مع غيرهم زي ما احنا بنتعامل مع غيرنا، بأصلنا الطيب، ما بنتنمرش، ما بنأذيش حد لا بكلام ولا بفعل. نتعلم ان احنا في العادة، لما نيجي نتعود على عادات جديدة، قبل ما نتعود على العادات الجديدة دي نتأكد 100% ان العادة ديت مش هتأذينا بعد كده، ان العادة دي احنا مبسوطين بيها، ولو كملنا فيها هنبقى مرتاحين نفسيا، مش هتسبب لنا أذى. طب لو في المكان، ما تروحوش تزوروا، ما تتقابلوش في مكان، خلوها تليفونات او واتسابات احسن. طب هنعلم ازاي بقى؟ اعلم ان انا ممكن ابقى نصيحة لحد بيقول لي على حاجة، ايه رأيك لما، لا يا حبيبي والله انا جربتها قبل كده وصدقني اتأذيت من الموضوع ده كتير. النصيحة. يبقى التقبل ودانا ان احنا تقبلنا، اتعودنا على الطناش وتكبير الدماغ والرضا، وتعلمنا ان احنا في اللي جاي نتعامل مع ناس ونختار اماكن ونتعلم وناخد عادات ما تأذيناش بعد كده، وعلمنا غيرنا ونصحناهم. حبايبي، اللي بيأذينا واللي حوالينا كتير، مش المفروض ابدا 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 انك تتحمل ما يؤذيك.
دايما بقول ان السعادة اختيار، انا ما بستمدش سعادتي من غيري، انا اللي بيأذيني بيسبب تعاستي، بيسبب حزني، بيسبب نكدي، لا انا هوقف وقررت ان انا ما اتأذاش علشان ابقى سعيد. عندك 3 حلول: التجنب والتغيير والتقبل. في ناس ممكن تستخدم معاهم التجنب، وفي ناس ما تقدرش تستخدم معاهم التجنب، فممكن تستخدم التغيير. ما ينفعش معاهم التغيير، تستخدم معاهم التقبل. وفي في حياتك ناس ممكن تستخدم معاهم ال3 محاور عشان تخلص منهم. المقصود من الحلقة، اوعى تعيش نفسك في تعاسة، اوعى تتحمل ما يؤذيك وتعيش بالأذى والنكد والحزن. السعادة اختيار، واختيار سعادتك بتصرفاتك ورد فعلك. ومن هنا انا هقف واقول لنفسي انا مش هتحمل ما يؤذيني عشان انا قررت ابقى سعيد. مع فريدة، ربنا يهدي سرك.